اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايب الغاليين؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. طبعا أكيد رجعت لكم فقرات فطورنا اليوم، اللي هو فطورنا اليوم الـ11، اللي هو أول يوم الثلاثاء الثاني. طبعا اليوم لا شغل الطباخ ولا طبخيت ولا سويت كل شيء، بس تقول لعد هذا شنو الفطور. اليوم صراحة فتحت البراد وشفت عندي يعني هواية ظل من الفطور اللي أيام اللي سبقت، وأنا أحطهم طبعا بحافظات، وهذا الكريسبي كان أصلا أنا مجمدته وني أنبغى أحفظ منه هواي، فشفت كلش هواي عندنا أكل يعني، فقلت لهم اليوم ما أطبخ كل شيء. والحمد لله أنا عائلتي يعني معلمتهم على البساطة، ودا شيء يبقى وحميه ما عندهم كلش كان، فأكيد يعني هسه راح نحضر السفرة وياكم، راح تشوفون فطورنا البسيط وشنو كان فطورنا وشنو اللي سويناه. وهذا كان فطورنا لليوم الـ11 او اول يوم من الثلث الثاني. قلت لكم بصراحة فتحت البراد وشفت خير من الله عندنا من مال الايام السابقة، رغم انه احنا نطبخ قليل، بس ما اعرف ليش يعني واحد من يفطر في شيء بسيط، لان كون شوربة على عصاير على مي، فواحد يشبع يعني. ومع العلم احنا يعني الاكثر ما يسحرون، لان الوقت عندنا كلش قليل ما بين الفطور والسحور يعني، بس ما اعرف يعني الاكل كلش قليل. فكان عندي هذا الكريسبي شفتوه هم مسويته، وبقى من عنده جمدته طبعا ما عليه شيء، الشيء اللي يتجمد اجمده واللي نحط بالبراد اخليه بالبراد، بس اهم شيء من تحميه حميه بطريقه صحيحه، يعني لانه العفو يعني حتى كانه مسويته جديد. مثل هنا الرز من احميه اخليه على نار كلش هذا، وشويه بخه مي وشوفوا شلون يصير. شوربه عندي انا كانت عندي هاي الحمراء، بس شويه سويت وياها العفو شوربه مع العدس، سوينا لبن. يعني احنا هذا اليوم كله ما طبخنا ولا سوينا اي شيء، مجرد شوربة عدس، فشي كلش بسيط، وسوينا اللبن وهذا التمن مالتنا. بس شنو المهم نصبي في الطريقة حلوة مميزة، يعني حتى عائلتك ما يقولوش احنا هذا الشيء ما ناكله. يعني شوفوا سان شلون صبيت، رغم انه ترى هو كلش قليل ما تتوقعون. فقلت لكم يعني شفت نعمة من الله وكلش هواي موجود، فقررت قلت لهم نهائيا ما اطبخ. واهم شيء تعودين عائلتك على البساطه، ولا شيء يظل عندك حميه ثاني يوم، بس اهم شيء تحميه بطريقه صحيحه وقدمي لعائلتك، لان هواي يكتبون احنا عائلتنا اذا شيء يبقى ما ياكلوا ثاني يوم، لا عوديهم على هذا الشيء، لان اكو عالم حتى هذا الشيء ما لاقيه تاكله. فاهم شيء البساطه، نعمه هاي من رب العالمين، نعمه فضيله حتى حرام ما حد يذبها. فكان هذا فطورنا، أتمنى يعني نال إعجابكم حبايب، وأكيد إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك وتعليقكم الحلو، أو يا ريت الجدد اللي موجود اللي يشوفون الفيديو يا ريت الاشتراك وتفعيل الجرس. وطبعا إن شاء الله هاي الشوربة الحمراء ننزل لكم إياها، لأن كلش روعها حتى تستفادون منها. لهنا الفيديو ما تنتهي، أتمنى نال إعجابكم، ولهنا وراح أقول لكم أكيد في أمان الله حبايب.